السلام عليكم. النهارده هنكمل مع بعض موضوع الكوميونيكيشن، وهنهتم النهارده وهنتكلم على كوميونيكيشن سكيلز. ايه هي الكوميونيكيشن سكيلز او مهارات التواصل؟ الحقيقه مهارات التواصل في اربع مهارات اساسيه، في فيربال النون فيربال كوميونيكيشن سكيلز، في كمان ليسننج اللي هو الاستماع او الانصات، وفي المهاره الرابعه اللي هي اسكينج كويستشنز. فيربال كوميونيكيشن معناها الكلام المنطوق او المكتوب. اذا هناك في كلمات يا اما بسمعها يا اما بقراها. الفيربال كوميونيكيشن عندنا في مجال الطب ومجال الرعاية الصحية لازم اراعي فيه ثلاث حاجات. اول حاجة اراعي ان اللغة بتاعتي very clear، يعني ايه؟ لغتي واضحة ومحددة للعيان اللي قدامي، وده معناه ان الكلمة اللي انا بقولها هو فاهم نفس المعنى زي ما انا فاهمه بالظبط. واقول لكم مثال، كنا بنشتغل في احد السيرفيز وكنا بنعمل فاكسينيشن كفرج، بنسال الامهات طعمت ولادها ولا لا. فكنا بنسال الامهات طعمتي ولادك، طعمتي ابنك ولا لا؟ فكانت تقول لا. وكان عندنا في الفتره دي ان الطفل المفروض يبدا الطعام من سن شهرين، فنلاقي سيده عندها طفل عنده 6 شهور وبتقول لنا لا ما طعمتهوش. فرجعنا نفسنا تاني وشوفنا احنا بنقول السؤال ازاي، هل الكلمه اللي انا بقولها دقيقه؟ فاكتشفنا انه السيدات بيفهموا كلمه طعامنا يعني معنى فيدنج. فتلاقي منهم بعض الامهات تقول ايوه انا بدات طعم ابني، اكله بطاطس مهروسه، اكله فاكهه مهروسه، ففهمنا انه الكلمه بتاعه طعامتي ليها معنيين، معنى في ذهني انا اللي هو فاكسينيشن، ومعنى في ذهن الام اللي هو فيدنج او الاطعام. عشان كده بقول لحضراتكم انت كطبيب لازم تكون فاهم كويس جدا ان الكلمه اللي حضرتك بتقولها واصله للعيان بنفس المعنى، يعني كلمه دقيقه تمام، ولازم يكون كمان المعنى بتاعها واضح. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، مهم جدا نكلم العيان باللغه اللي يفهمها، appropriate language، وده مهم جدا. خاطبوا الناس على قدر عقولهم، وده مفروض جدا ان انا اخد بالي منه قوي، وخلي بالي ان في ديموغرافيك فاكتورز بتحكم اللغه. وخليني اقول لحضراتكم ان بعض الكلمات في الخليج معناها مختلف تماما عن الكلمات في مصر. بعض السيمتومز او الاعراض اللي بيقولها العيان ما بتبقاش نفس المعنى اللي الدكتور فهمه، وعشان كده بنقول نبص كويس قوي على طريقه عرض العيان نفسه او مسمى الاعراض. هقول لكم مثال بسيط قوي عندنا في مصر. لو الام جت تقول انا ابني طول الليل كان بيتمشى، كان بيتمشى يعني ووكينج اول ذا نايت. طب ليها معنى تاني؟ ايوه ليها معنى تاني، ان الطفل ده عنده دايريا. امثله من دي كتيره تخليك بس تركز كويس قوي الكلمه دي او العرض ده المقصود بيه ايه، علشان تبقى فاهم كويس عشان تعرف تشخص. الحاجة الثالثة في الفيربال كوميونيكيشن، الكلام اللي انت بتصيغه وتقوله للعيان، حافظ جدا على الفوكابلري بيلدينج او صياغة الجملة. احيانا انت بتختصر جملة بتقولها في 3 كلمات، لكن لو زودت عليها 3 كلمات تانيين هيساعدوا جدا العيان ان هو يفهم ويركز ويفتكر. زي مثلا حضرتك بتقول للعيان بتاعك الدواء ده يتاخد 3 مرات في اليوم، الصبح والظهر وبالليل. او هتقول له الدواء ده بيتاخد 3 مرات في اليوم، يعني كل 8 ساعات. حضرتك زودت الكلمات شوية لكن وضحت له وخليته يعرف احسن ويفتكر كمان احسن. الحقيقة سكيلز اوف فيربال كوميونيكيشن في بعض القواعد اللي بتحكمها متجمعة في كلمة كلير. كلير يعني كلاريفاي، يعني وضح العيان بتاعي. ال يعني listen، اسمع له كويس عشان ترد كويس. اي انكرج يعني شجع العيان ان هو يتكلم، وشجعه كمان ان هو يلتزم بالعلاج. ايه ابريشيت؟ ابريشيت يعني قدر دايما مشاعره، وقدر حتى ردوده، وقدر حتى الخوف بتاعه. ري اشور طمن العيان، والتطمين هنا لازم يكون اون ساينتفك بيسس.
الري اشورنس اللي ملوش بيزس الحقيقه بيضر العيان، بيرفع سقف توقعاته، وبالتالي لو حصل حاجه غير اللي انت قلتها له وطمنته بيها بيشك فيك او بيتضايق منك او بيحصل له حاله من حالات الاحباط. فحضرتك بليز ري اشور ذا بيشنتس اون ساينتفك بيزس. في الفيربال كوميونيكيشن سكيلز خلي بالك من المحاذير الاتيه. اولا ما تديش العيان اوامر، ما تهاجمش العيان او تقول له انت غلطان وتغلط، ما تبقاش اجريسيف عنيف في كلامك وقاسي في كلماتك. لو سمحت دايما الكلام بتاعك يبقى مهذب، يعني ما فيش فيه نوع من السخريه، ان كلمه ريديكيول معناها انك انت بتسخر من العيان بتاعك. احيانا احنا بناخدش بالنا ونسخر من سلوكيات العيان او نسخر حتى من مخاوفه، وده الحقيقه مش كويس ابدا على العلاقه بينك وبين المريض بتاعك. بعد كده هكلم حضراتكم على النوع الثاني من مهارات التواصل. زي ما حضراتكم شايفين كده في الصوره، احنا في النوع الثاني لا نعتمد على الكلام ولكن نعتمد على ما نسميه نون فيربال كوميونيكيشن سكيلز. نون فيربال كوميونيكيشن سكيلز لها اسم ثاني معناها، لها اسم بودي لانجوج، وفي بعض الكتب والمراجع بتقول عليها بودي كاينيتكس. احنا عندنا 7 انواع اساسيه من النون فيربال كوميونيكيشن سكيلز. اتمنى ان حضراتكم في المحاضره دي تاخدوا كل واحده من دول تبداوا تطبقوها في العمل بتاعكم والكارير، وفي كل واحده من دول هديكم مثال ينطبق مباشره على شغلنا كاطباء. اول حاجه من النون فيربال كوميونيكيشن بيرسونال ابييرنس اند سميل. تخيل حضرتك ان مظهرك كطبيب بيدي للعيان رسائل كتيره جدا. الشكل اللي هو التايدي المهندم المتسق ده بيدي للعيان احساس بالثقه. اند سميل طبعا يعني القصه بتاعت الدكتور ده انسان منور، دي حاجه مهمه جدا، يعني في كل حاجه تلاقيه رائع جدا. وفي نفس الوقت زي ما قلنا في المحاضره اللي فاتت ان الكوميونيكيشن ده ميوتوال، انا ببص على البيرسونال ابييرنس بتاع مين؟ بتاع المريض بتاعي، ببص عليه وبستنتج منه استنتاجات مهمه. لو لقيت العيان بتاعي لابس لبس ملخبط، شكله مش منظم، ممكن يجيلك الانطباع ان هو عنده سايكولوجيكال بروبلم او ان هو ان سيفير بين، فعشان كده مش قادر ينظم نفسه ومش قادر يلبس لبس كويس. فانت كطبيب ذكي اوبزرفنت بتبص على الحاجات دي وتبدا تحطها في اعتبارك وانت بتحط التشخيص والدياجنوز. اذا مهم جدا العيان ما يبص عليا، تجي له علامات احساس بالثقه، شكل المهذب المهندم اللطيف اللي كل حاجه عندي شكلها يدل على الاهتمام والاحترام. انا ببص على العيان بتاعي بشوف البيرسونال ابييرنس بتاعه، اعرف اذا كان عنده سايكولوجيكال بروبلمز او لا. في كمان كلام اكتر من كده ان ديتيلز، ممكن من البيرسونال ابييرنس او حتى من لبس العيان اقدر اعرف هو جاي من انهي سوشيال كلاس، وساعات كمان بعرف انه من اي جيوغرافيك اريا، يعني لبس الخليج غير لبس المغرب غير لبس المصريين غير لبس السودانيين. فبالطريقه دي انا كطبيب اوبزرفنت ببص كده على العيان اللي قدامي، باخد فكره مبدئيه، اقدر اقول والله الشخصيه دي جايه لي من انه جيوغرافيك اريا، واقدر كمان اعرف هل هي هاي سوشيوكرومك كلاس ولا ميدل ولا لو. الكلام ده بيفيدني ولا بيفيدنيش في التواصل مع العيان؟ شور بيفيدني، لان هو بيخليني اصيغ رسالتي بالطريقه المناسبه للشخصيه دي، واخلي بالي من الترمينولوجي، يعني الكلمات اللي موجوده في الخليج لوصف الاعراض مختلف عن اللي في السودان. فانا لو طبيب بقى مخضرم ببقى عارف الفروقات وببقى قادر اعرف ازاي اسال صح. النوع الثاني من النون فيربال كوميونيكيشن دي فيشل اكسبريشنز، تعبيرات الوجه. تعبيرات الوجه بتعبر عن تقريبا جميع المشاعر اللي بينشعر بيها الانسان. وبقول لحضراتكم العيان لما بص على حضرتك الفيشل اكسبريشنز بتاعتك، يا ريت الفيشل اكسبريشن بتاعتك تبقى دي سمايل، الابتسامه الهاديه البسيطه، ما تبقاش وجه عبوس او يعني شكله فيه نوع من الكآبه، لان ده بيدي العيان انطباع ولو ان هو انطباع وهمي انه في مشكله في حالته. فلازم حضرتك تبقى مركز جدا انك تكنترول الفيشل اكسبريشنز بتاعتك. واحيانا العيان اول ما يبص على وشك يلاقيك وشك متغير،
او في نوع من العبوس او في نوع من الضيق بيرفلكت ده على حالته ويقول لك يا دكتور وانا حالتي وحشه قوي كده، فانت من طرف بس تقول له لا ابدا، بس الانفستيجيشنز بتاعتك مش واضحه، الاكس راي مش مظبوطه، او السي تي مش واضح. فبليز احنا اطباء نتميز بالرحمه والاهتمام بمشاعر المريض بتاعنا. ما تحاولش انك ابدا تبين على وشك علامات الضيق او الغضب او القسوه، بالعكس انت دايما وشك مبتسم للعيان بتاعك. على الجانب الاخر بص العين بتاعك، فيشل اكسبريشنز بتاعته مهمه جدا، انت عايز تبص عليه، بيبان في وشه، بيبان في وشه اذا كان قلقان متوتر، اذا كان عنده ساعات بيبقى عنده ابريهنشن، يعني الكلام وانت بتقوله له هو مش قادر يتابعك لان مخه بدا ينشغل باسئله ثانيه. ساعات لما اول مره العيان يعرف ان عنده مرض معين، حتى لو زي مثلا الدايبيتس، هتبص تلاقي وشه يعني في حاله من حالات الابريهنشن، يعني الابسي، يعني هو بيبقى فعلا فصل منك لانه حصلت له ما يسمى بالصدمه. فانا كدكتور الفيشل اكسبريشنز بتاعتي اهتم بيها علشان ما اديش للعيان امبريشن غلط ممكن يسبب له قلق توتر او فزع. انا كدكتور ببص لوش العيان بتاعي علشان اعرف منه اذا كان قلقان خايف متوتر مش فاهم دخل في شوك ستيج. مهم جدا. الحاجه الثالثه من النون فيربال كوميونيكيشن دي اي كونتاكت، التواصل البصري مهم جدا لانه بيدي اللي قدامك اهتمام واحساس انك انت مهتم بيه. انت كطبيب مطلوب منك انك انت تتواصل مع العيان بتاعك بصريا بشكل بروفيشنال، يعني مش طول الوقت باصص له ومش طول الوقت مشغول بكتابه حاجه في ايدك هو مش عارف هي ايه. فمهم جدا الاي كونتاكت لانه حضرتك برضو لما بتبص على العيان بتاعك بتقدر تستوضح حاجات كتيره جدا، وبصتك كمان عليه بتديله اهتمام انك انت لا انت مركز معاه، انت يمين وات دو يو سي، انت تقصد ما تعنيه تماما. دي بعض الفيشز او يعني بنقول عليها السمايل، الوش بيعبر عن حاجات كتير قوي، عن الفرح، عن الغضب، عن الضيق، عن التفكير العميق، واتيفر. ممكن حضرتك الفيشل اكسبريشن المبسط ده تقول للي قدامك تشجيع، انت ممتاز، انت هايل، او انت متضايق جدا منه. حضرتك ممكن بالفيشل اكسبريشن بتاعتك تبين الدهشه والذهول، وده على فكره بيرعب العيان فخلي بالك. ممكن تبقى تكتشف انك انت مخطئ او انك عايز تقول لا حصل خطأ، فده الحقيقة مهم قوي انك انت تركز على فيشل اكسبريشنز بتاعك. حضراتكم شايفين هنا لقطة بين دكتورة وبين عيانة، هنا الاي كونتاكت واضح جدا ان الست المريضة بصة كويس جدا على الدكتورة والدكتورة مركزة معها جدا. هنا برضو القعدة البوستشر بتاعت الدكتورة فيها كتير جدا من الاهتمام، هي مركزة، هي بتسمع كويس، هي عاملة اي كونتاكت كويس. ايه بقية النون فيربال كوميونيكيشن سكيلز؟ ساعات بنقول بودي موفمنتس اند كونتاكت، يعني ايه؟ حضرتك بتتحرك كتير او عندك حالة من حالات الانرجي العالية، لا وانت مع العيان بتاعك لازم الحركة بتاعتك تكون قليلة ومحسوبة، والكونتاكت مع العيان مهم جدا جدا انه يكون محسوب. يعني كتير جدا من الحالات خصوصا كبار السن لما حضرتك بتربط على كتفه كده بيبقى هو بيسمع لك احسن وبيحس بالرابورت او الجود ريليشن جدا. ليه؟ لان كبار السن الحقيقه عندهم السنسيشنز بتاعتهم كلها ديتيريوريتد، يعني ما بيشوفش كويس، ما بيسمعش كويس. القصه بتاعه الاي كونتاكت والبودي كونتاكت ده بالنسبه له ممكن يفرق جدا جدا. اذا انا البودي موفمنت بتاعتي ما تبقاش كتير، البودي كونتاكت بتاعي يبقى محسوب وله هدف. في كمان الجستشرز اند بوستشر، يعني ايه الجستشرز؟ اللي هي الاشارات او التكست، يعني مثلا حد طول النهار طول الوقت يعمل كده، العيان هيعرف عنك ايه؟ انك انت يا اما ديب ثينكر بتفكر جامد، او انك انت مش فاكر اللي انت مذاكره او مش عارف هو عنده ايه، فالموضوع صعب عليك. فالجستشرز دي او الحاجات الحركات اللي انت ممكن تبقى او اللزمات بتبقى مع حضرتك ممكن تدي للعيان معنى انك انت مش بروفيشنال او انك انت مش مركز او انك مش عارف هو عنده ايه. بالنسبه للبوستر اللي هي القعده اللي انت قاعدها
او طريقه الحركه بتاعتك. الحقيقه دايما بنقول احسن بوستشر للعيان للدكتور يبقى قاعد كويس وظهره مفرود واتنتيف، يعني ايه؟ يعني يظهر الاهتمام. لكن لو قاعد ريلاكسد كده قدام العيان كان العيان بيبص له يقول هو مش مهتم بيا ليه. وكتير جدا من البوسترز اللي هي بتضايق العيان او هي مش بتضايقه بقدر ما بتحسسه بقله الاهتمام، وهذه المشاعر بتتراكم جواه مع عده حركات او عده اشارات اخرى فيحس ان الدكتور مش مهتم. من اهم الحاجات في النون فيربال كوميونيكيشن هيد اند هاند موفمنتس. حضرتك بالهيد بنودنج بتقول ايوه، بالحركه دي بتقول لا، بالهاند موفمنتس ممكن توصف حاجات كتيره جدا وتساعد العيان على التذكر. يعني حضرتك لو قلت له عنده الدواء ده يتاخد 3 مرات، خصوصا لو كان كبير في السن او السنسيشن عنده اقل شويه من الطبيعي، لازم تستخدم الهاند موفمنتس عشان التاكيد. او انت تقول له مثلا الدواء ده لا يمكن تسيبه الا ما ترجع له، او تقول له ما فيش ملح خالص في الاكل بتاعك. فانت بالهاند موفمنتس بتاعتك بتؤكد الكلمه اللي انت بتقولها، بتقول له نو سيريسلي. طيب نبص على الصوره دي ونشوف كام نون فيربال مسج موجودين هنا. بصوا على الفيشز، الفيشز فيها دي سمايل. بصوا على الفيزيكال ابييرنس بتاعه، البلط والسماعه. بص على البوستشر، واقف بشكل كويس ومادت ايده العيان بتاعه، معناها ان هو انسان اوبن هارت اند يعني حاسس بان هو يعني فريندلي جدا مع العيان بتاعه. دي بعض الحاجات اللي موجوده في الصوره دي.